طيب عايز أكمل معاك سياسة وعلى مسألة المحتمل الذي يدفع بالإخوان دفعا للمشهد السياسي. وهنا خليني الأول أرحب بدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة. إزيك يا دكتور؟ إزيك يا سيدي؟ إزاي حضرتك؟ كله تمام الكرام. طيب دكتور هشام، أسأل سؤال يعني واضح وصريح، هل أحمد الطنطاوي هو حصان طروادة لدخول الإخوان للمشهد السياسي مرة تانية؟ بس خلينا في الأول يوسف نقول إن الدولة المصرية هي أكثر الناس اللي كانت حريصة على إحداث تنمية سياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريص جدا إن هو يجري انتخابات شفافة ونزيهة، وكانت الحوار الوطني زي ما حضرتك شفت إن هو ما كانش فيه سقوف حمراء، وتحدث كل المعارضين في كل القضايا. فلما نيجي نتكلم على المعارضة في مصر من بعد الحوار الوطني قالت كل حاجة في كل الملفات بأعلى السقوفة. فنحن بنتكلم إن لا يوجد خوف الآن في الدولة المصرية من أي معارضة مهما كان سقفها، طالما أنها كانت يعني وطنية. ولكن خلينا نقول إن المرشح المحتمل اللي حضرتك بتتكلم عليه طنطاوي، أنا شايف إن هو خارج السياق الديمقراطي، خارج السياق ان هو مرشح محتمل له برنامج، واحنا بنتكلم بصدد ان هو صح او غلط. اللي انا شايفه باختصار ان احمد طنطاوي جزء من صفقه دوليه هي بالنسبه لها تريد افساد المشهد المصري واستغلال الانتخابات الرئاسيه لاحداث حاله من الفوضى، عبر ان احمد طنطاوي هو الحصان زي ما حضرتك بتقول، حصان طروادة، اللي هو جاي يجيب جماعه الاخوان للمشهد، الجماعه الارهابيه للمشهد مره اخرى بطريقه واضحه ومش ملتويه. يعني حلمي الجزار بيقول ان احمد الطنطاوي هو مرشح الاخوان، يعني ده كلام معلن احنا مش بنتبلع عليه، يعني ده كلام شفناه بعينينا وسمعناه بودنا وتكرارا ان هو بالنسبه له ينفي هذا الكلام او حتى يجمله. يعني رفض تماما ان هو بالنسبه له يجمل او حتى ينفي الكلام، وكلامه واضح ان هو بالنسبه له هيرجعهم بشكل ما. لما نحط ده مع مجموعه من الامور الاخرى بتقول ان هي بالنسبه لها هذا العرس او اللي احنا بالنسبه لنا الصوره اللي جايه بعد خطوات من التنميه السياسيه وحوار مجتمعي، وان احنا عايزين بقى ندشن جمهوريه جديده بشكل جديد بالانتخابات يتكلم فيها القاسي والداني، الدولة المصرية قطعت أشواط. بنفاجأ هو في المشهد دايما يفسده، نفاجأ ان احنا بالنسبة لنا داخلين على توكيلات مزورة بترجعنا لمشاهد قديمة لشخصيات قديمة، ملفات مجهولة، تدخل واستدعاء التدخل الخارج بما يسمى ويعد خيانة وطنية، ان انت بالنسبة لك استدعاء الخارج والبرلمان الاوروبي يتدخل في الشأن المصري. الحاجه الثانيه التهديد ان احنا بالنسبه لنا في مشهد سلمي ديمقراطي، الرئيس نفسه تعهد ان هو عايز يخرجه بالشكل الذي يليق، بيقول انا مش عايز افرض نفسي على المصريين، في ناس نازله شفنا ان احنا عايزين نعرض برامج، تيجي تسمع هو بالنسبه له برنامجه الوحيد هو الاثاره، التشكيك في العمليه، الاحباط للشعب المصري، تهييج الشباب، استغلال الازمه الاقتصاديه، وهو تسمعه يعني تضحك. يعني النهارده كان بسمع بشوف رؤيته في الملفات الخارجيه، انت بتتكلم في ملفات امن قومي بيقول انا احط نظريه جديده في الامن القومي، يعني انت بتتكلم في مصر احنا مش في بلد، هو خطاب سياسي بتاع تلميذ في سته ابتدائي يعني. مفيش كلام في اي موضوع، ولا اقتصاد ولا سياسه ولا غيره. اشكرك يا دكتور هشام، كل الشكر للدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه.